حتى قيس سعيد في واد واهل مرسوم 54 كرد هذا في واد. والله ماذا بيا نرجع للمرسوم هذا لخاطر معنى كلمة لأنه نصر الدين في الحقيقة سبب العقوبة القاسية هو المرسوم هذا. حبيت نرجع إلى مدى دستورية هذا المرسوم بالنظر إلى معنى الدستور 2022 نفسه، فمن حيث الشكلية، من الناحية الشكلية هذا المرسوم في مطلع هذا المرسوم يستند إلى الدستور بطبيعة الحال دستور 2022. نعم. ما يستند أيضا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 2021 الذي المنظم مؤقتا للسلطة العمومية. ففي الحقيقة غير معقول أن يتم الاستناد إلى نصين دستوريين، الدستور والمرسوم والأمر الرئاسي في نفس الوقت، لأنه بمجرد صدور الدستور كان من المفروض أن يستند هذا المرسوم إلى الدستور وحده، ولكنه لم يستند إلى الدستور وحده لأن نصوص الدستور لا تسمح على الإطلاق بإصدار مراسيم. نعم. لأن المراسيم محددة في معناها حالتين فقط، وهي حالة عطلة مجلس النواب وحالة تفويض مجلس النواب لرئيس الدولة في إصدار مراسيم، فلا يمكن إصدار مرسوم دون هاتين الحالتين. لذلك وقع الالتجاء إلى الأمر الرئاسي المنظم للسلطة العمومية، ولكن في هذا الأمر الرئاسي في الحقيقة ورد فيه معناها حد إلى إصدار مراسيم حد من الحرية، جاء في الفقرة الثانية من الفصل 4 من هذا من الأمر الرئاسي المنظم وصلت أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية. نعم. لا يجوز سن المراسيم التي تمس من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية والوطنية الوطنية والدولية، بمعنى أنه إذا كان ثم عن أمر ينظم الصحافة كما المرسوم 115 فلا يمكن سن مرسوم يناقض هذا الأمر وينسفه دفعا كليا. فالمرسوم 117 فالأمر الرئاسي عدد 117 الذي استند إليه المرسوم عدد 54 يمنع مثل هذه المراسيم التي تمس بالحرية المضمونة بالقوانين الوطنية، ومنها مثلا المرسوم عدد 115. لذلك فإن المرسوم هذا نجده ملقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا استطاع أن يكون مستندا بكل سلامة إلى الدستور الجديد دستور 22. نعم. ولا استطاع أيضا أن يجد له مكانا انطلاقا من الأمر الرئاسي عدد 117. لذلك لا يمكن لهذا المرسوم أن يكون مجرد لتطبيق الفصل 55 نفسه يجعل أو يحمل السلطة القضائية مهمة حماية هذه الحقوق. جاء في الفصل 55 من الدستور في الفقرة الأخيرة لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور، وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. نعم. لذلك طلبنا من هيئة المحكمة العسكرية أن تتخلى عن هذا الدستور وأن لا تطبقه، وأن تحترم هرمية القوانين، وأن تحترم القاعدة الدستورية القائلة بأن القوانين أدنى مرتبة من المعاهدات وهي أدنى مرتبة من الدستور، وإذا تناقضت وتعارضت مع مسؤولية فوجب استبعادها وتغييب الدستور عليها وتخليل الاتفاقات الدولية التي تنسجم
مع نص الدستور. نعم هو حتى نختم معكم نحن في الحقيقة قمنا باستئناف هذا الحكم القاسي 4 سنوات، وننتظر إن شاء الله أملا في الاستئناف أن تقع مراجعة هذا الحكم لمصلحة نصر الدين. والنيابة العمومية أيضا استأنفت في الحقيقة هذا المرسوم وهي غير راضية على هاته. لا حول ولا قوة. هو على فكرة أستاذ رواني حتى نختم معكم، هو برشا متهمون على معنى مرسوم 54، ولكن تم إبقاء عليه في حال صلاح. لماذا ما تمتع نصر الدين بهذا؟ والله فعلا كما عدة حالات وقعت معناها إحالة المتهمين على هذا المرسوم، على مقتضى هذا المرسوم بحالة صلاح. ربما حاتم مواطن بسيط ما عندوش أحزاب سياسية تسنده، منظمات المجتمع المدني لا تكاد تكون فاعلة، وربما في بعض الأحيان هذه المنظمات معناها تتحيز لهذا الطرف أو ذاك بحسب الانتماء، ويقع الضغط بحسب الانتماء. فحاتم معناها ولد ضبلة وتخلت عنه المنظمات الحقوقية، وتخلى عنه حتى الذين يتعاطفوا معه تخلوا عنه، فربما لأنه ما هوش موجود في تونس العاصمة، لأنه في جندوبة وفي الكيف، ربما معناها لأنه سياسيا ما هوش من فصيل المحبب. معناها فما برشا من المتهمين على مقتضى هذا المرسوم بحالة صلاح، ولكن حاتم لم معناها وقع إيقافه لمدة 1.5 عام، ثم حكم عليه ب7 سنوات. إن شاء الله في الاستئناف يكون أفضل. إن شاء الله تكون هذه فرصة ونحن في مباشر. لأنه حتى هذا المرسوم توا معناها حتى أقرب المقربين إلى مناصرة معناها السلطة توا يدعون إلى إعادة النظر في هذا المرسوم. نعم. يبدو لي تم 10 نواب يقوم بمحاولة لتعديل هذا المرسوم. إذن هذه فرصة أستاذ رواني ونحن مباشر. نعم فرصة لكل المنظمات الحقوقية أنه تهتم بملف نصر الدين حليمي، راه كل ذنبه تدوينة ونشر تدوينات لا أكثر ولا أقل. انتبهوا الحال تقول باب الله كما قالك مستوى 9 أساسي أعزب العازب 42 سنة بطال هكا دون لقى روحه 7 سنوات سجنا محكمة عسكرية. كل الشكر لك أستاذ رواني على جهدكم وعلى التعريف بهذه المظلمة، ومن خلالك نحيي كل زملائك المحامين داخل البلاد. ونداء في المباشر قناة الزيتونة حصاد 24 مفتوح لكم، لكل المظالم داخل البلاد تصلوا بنا حيثما كنتم، لا تسكتوا على مظالمكم، عرفوا بالمظالم تاعكم وخيرا يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ رواني المحامي والنشر الحقوقي من الكاف، كان معنا عبر تقنية الواتساب. قبله كان معنا كذلك زياد الهاني. نذكر الزملاء الصحفيين غدوة ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الزميلة شهدال حاج مبارك وعائلتها، تسليط الضوء بداية غدوة الخميس 14 مارس بمقر نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بداية من الساعة 11 صباحا. كل الشكر كل الدعم، وكذلك أحلى الأمال لمشاهدينا. ربي يتقبل صيامكم قيامكم وطاعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله غدا الخميس بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.